إذن نتابع هذه الصور المباشرة من معبر رفح وبدء إجلاء حاملي الجنسيات من قطاع غزة نحو الأراضي المصرية. يأتي ذلك بعد أن كشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر وفق ما أظهرت قوائم بالأسماء نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوك. اللوائح شملت أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان. بالإضافة إلى ذلك سيسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع بمغادرة غزة. هيئة المعابر في غزة دعت كل من ورد اسمه في القوائم إلى التواجد في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم. في المقابل لم يصدر أي موقف رسمي علني من السلطات المصرية حول مسألة خروج الأجانب، علما أن القاهرة كانت أعلنت سابقا موافقتها على إجلاء الأجانب، غير أن مصدرا مطلعا أوضح أن هذا الاتفاق الإقليمي بوساطة قطر سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المدنيين المصابين بجروح خطيرة بالخروج من غزة. المصدر المصري أكد أن هذا الاتفاق غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض مثل إطلاق سراح الأسرى أو الهدنة الإنسانية. وبحسب مصدر لوكالة رويترز فإنه لا يوجد جدول زمني للمدة التي سيظل فيها معبر رفح مفتوحا للإجلاء. وزير خارجية بريطانيا أيضا صرح أنه من المرجح فتح معبر رفح اليوم أمام المجموعة الأولى من المواطنين الأجانب.